عليكم، نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. رمضان كريم، يدخل عليكم بالصحه وبالسلامه وبطول العمر بكل ما كتمنوا يا ربي في هذا الشهر. انا جيت البنات وما جيتش بيدي خاويه، جيت باش نقدم لكم شباكيه. الا كنتوا باقيين عاقلين العام اللي فات، شباكيه اللي درتها ما صدقتش ليا نهائيا، كانت اول مره ليا تجربه، اول تجربه ليا غندير شباكيه. درت شباكيه ديال الكاس وما خرجتش، ما عرفتش علاش. المهم كانت اول شباكيه، راكم عارفين الواحد ملي كيكون ما عارفش شي حاجه راه بشي بشي كيتعلم، وحنا حتى حد فينا ما تزاد معلم، يعني ضروري كل واحد كيستافد من واحد. وهاد المره الحمد لله درت الشباكيه وصدقت ليا مزيانه. ولكن قبل ما غنبدا معكم في الفيديو ديالنا ديال الشباكيه، كما عارفين شهر رمضان كيبغي الشهيوات وكيبغي المعسلات وكيبغي المملحات، وما نقولش لكم يا بطبوط يا مسمن يا البريوات يا بسطيله، المهم هادشي كامل كنحتاجوه في رمضان. لهذا انا جيت وجيت باش نقدم لكم واحد لاباج ديال واحد الاخت اللي العنوان ديال لاباج ديالها دار الحادقه. هاد الدار الحادقه البنات كتصوب الشهيوات ديال رمضان، كما قلت لكم بسطيلات المسمن معمر بالشحمه بالخليع بالكفته البروات مالحين، المهم داكشي كامل غنخليكم هنا الفوق. المهم لاباج ديالها الموني اللي عندها، يعني شنو كتصوب في نفس الوقت، نخلي لكم النيميرو التليفون ديالها. كما كنعاود ناكد لكم سميتها دار الحادقه. وبالنسبه للانستغرام حتى هو غنخلي لكم الانستغرام ديالها بالنسبه لهاد دار الحادقه البنات. فاذا كنتو في اي بلاصه يعني ما بعيدينش من كازا يعني من الدار البيضاء، وبغيتو لا كوموند ديكم حتى للدار، فيمكن لها توصل لكم الكوموند حتى للدار. كنتو عايشين في اوروبا عندكم ميمتكم عايشه بوحدها، يعني الله يحسن العوان ما تقدرش دير شحال من حاجه بوحدها بغيتو تفرغ، فعيطوا لدار الحادقه. دار الحادقه البنات غتوصل لكم كل شيء حتى لباب الدار، ما عليك غير تقول شو بيك لو بيك وطلبيه دار الحادقه بين يديك بهاد النيميرو اللي نخليه لكم هنايا. وما نقولش لكم داكشي عندها معتبر، الماكله شهوه منها، داكشي كلشي مصوب على حقه وطريقه، يعني في الدار السيده هي اللي كتصوب بايديها، داكشي رقيقي ما نقولش لكم، يعني معدي ما نقول بحال نتوما مصوبينه بايديكم هكاك، غير هي المذاق روعه روعه روعه، ما نعاودش لكم، خاصكم تدقوا البنات باش تعرفوه. ودابا الحبايب ديالي ما تزرفوش، خلي الحبايب ديالي غنبداو على بركه الله. دابا غنبدا لكم بالنواشف اللي عندنا اللي غنحتاجو في الشباكيه. هاد القوام اللي عندنا البنات ديال كيلو، يعني ديال كيلو ديال الدقيق، انايا كنبغي تكون يعني القوام يكون فيها كثير، وما تجيش زعما باسله عزيز عليا يكون فيها داك الشيء يعني منسم. المهم هنا غنبداو، عندنا هنايا واحد كاس ديال العنبه ديال اللوز، اللوز يكون خضر بالجلفه ديالو، بتحيدوا له الجلفه حيدوها نتوما واللي بغيتو، كنأكد يكون اللوز خضر. عندي هنايا كاس العنبه ديال السمسم او الجنجلان، بالنسبه للجنجلان البنات انا صهدته غير شويه في الفر في هذا في المقله، صافي غير واحد شويه تصهدوا، ما بغيتوش تصهدوا ما تصهدوش، من الاحسن انكم تصهدوه. هنا عندي معلقه كبيره ديال النافع او الشمر، بالنسبه للنافع البنات فانا يا صهدته حتى هو، بالنسبه للمعلقه فهاد المعلقه هي اللي غنحتاجو بحال هذه، ما غتكونش عامره بزاف، المهم زعما ما تدكسوهاش. عندي هنايا كما كيبان لكم هنايا عندي حبه حلاوه، حتى هي صهدتها غير شويه في المقله، وحتى هي درت معلقه كبيره. هنايا درت القرفه، والقرفه البنات درت جوج معالق كبار ديال القرفه. هنا كيبان لكم عندي واحد شويه ديال المسكه الحره، درت معها شويه ديال السكر، طحنتها وغربلتها، ما لقيتش السكر الابيض، لقيت غير داك الاسمر، داكشي علاش اللون ديالها كيبان لكم بحال هكا. المهم الحبايب ديالي دابا وريتكم القوام اللي عندنا، ومن بعد غادي ندوزو للمرحله الثانيه، خليكم معايا. فهاد الوقيته كما كيبان لكم انا درت الزبده، كتخليوها البنات حتى كتولي نوازات، يعني اللون ديالها مهرو، غنحيدو ليها هاد الجلاله البيضاء، غادي نحيدها، يعني غتبقى تبان لينا غير الزبده، اللون ديالها قهوي هو اللي غيبقى. غادي تاخدو واحد نص كاس ديال التلمه، كاس ديال العنبه البنات، ديما خدو العبار بالكاس العنبه، انا ما ديوش على الكاس اللي عندي حيت انا عارفه قياسه ما بينو وبين كاس العنبه، يعني مول في الخدم به.
كديروا فيه نص كاس ديال الماء وكديروا فيه زعفران زغبه كما درت انايا، كتخليوه يطلق مزيان. ولا ما كانش عندكم زعفران زغبه فيمكن لكم تستعملوا هاد الزعفران كوب، هاد الزعفران المربع حتى هو كيجي زوين. كديروا نص ديال داك زعفران مربع، كديروا النص ديالو كتفرتوه مزيان وتذوبوه، وهذيك الساعه هو اللي كتحتفظوا به جانبا وكتخدموا به. هذا الا كنتو غديروا كيلو كديروا نص، ما الا كنتو غديروا جوج كيلو فكديروا هذيك المربعه الصغيره كامل. وفي الخلاط الكهربائي هذه الطريقه باش غادي تجيكم داكشي كامل، يعني غيجيكم مطحون وغادي تجيكم لاباط ديالكم زوينه. كديروا كاس العنبه ديال الزيت العاديه، كاين اللي كيدير زيت الزيتون، كاين اللي كيدير ما بيناتهم مخلطين بجوج، انا ما كتعجبنيش، كيعجبني ندير الزيت العاديه. المهم كاس ديال الزيت العاديه ديال العنبه، كاس ديال الزبده دائبه نوازات، داك البنات نص كاس اللي درت ديال زعفران كنلوحوه بزعفران ديالو اللي رقدناه، وربع كاس ديال الخل. ومن بعد البنات كنديروا كاع دوك النواشف كامله، يعني اللوز، زنجلان، النافع، القرفه، المسكه، يعني كلشي كلشي داكشي اللي قلت لكم في الاول كنديروا كلشي وكنطحنوه حتى كيولي بحال شكل املو، كيتطحن مزيان وكيتنيل. واحد الملاحظه البنات، ممكن انكم تستعملوا خميره الفوريه الا بغيتوا، يعني خميره ديال الخبز كديروا نص معلقه صغيره، ولكن كديروها ملي كتبغوا تطحنوا كلشي في الخلاط الكهربائي كديروها معاهم وكتطحنوا كلشي. هذا في حاله الا كنتوا غادي ديروا الشباكيه ديالكم في نفس النهار، يعني معكم شي حد لا يعاونكم ولا يديكم خفيفه غديروها، غديروا الخميره. الا كنتوا غتخليوها حتى الغد الاخر فانا كنصحكم خصوصا بالنسبه لبنات المبتدئات ما ديروش خميره الفوريه، غتكتفوا فقط في الخميره ديال الحلويات اللي غنقول اللي غنستعملوها من بعد. هنايا كيبان لكم انا ياخذت الطحين تكون نوعيه ممتازه ديال الحلويات كيكون احسن، غربلته ومن بعد درت معاه صفر بيضه، درت معاه كاس ديال المزهر، ودرت معاه خميره ديال الحلويات اللي قلت لكم تقريبا نقولوا معلقه، ما غتكونش عامره بزاف، معلقه صغيره، جاد نقولوا حنا 7 غرام تقريبا بحال هكا. كنخلطوا كل شيء البنات، ومن بعد كنزيدوا المزهر على حسب الخليط ديال العجين ديالنا، حتى كتكون لينا واحد العجينه اللي كتكون ما تكون لا قاصحه ما تكون خفيفه بزاف. من بعد كنشدو كنعملو كويرات على حسب العدد اللي عندنا، تنساليو العجينه ديالنا كامله، كنديروهم في البلاستيك الغذائي يرتاحوا واحد 10 دقائق، ومن بعد 10 دقائق كنسرحوهم عاوتاني وكنتنيوهم على 4 بحال اللي غنديرهم بسمنه عاديه كما كيبان لكم في الصوره. وهذيك الساعه كنخليهم عاوتاني نديروهم في الورق الغذائي في البلاستيك الغذائي عفوا، وكنخليهم يرتاحوا واحد عاوتاني 10 دقائق ولا 15 دقيقه. كنسرحوهم بالمدلك ديالنا، كاين اللي كيبغي الشباكيه تكون رقيقه كيسرح العجينه مزيان، وكاين اللي كيبغيها تكون بين وبين، انا درتها تكون بين وبين. المشكل اللي عندي ان الدلك عندي يعني المدلك عندي كان ما معاونيش، يعني عنده دوك الجناب حيت عندي المساحه صغيره وكيتبلوكا ليا الجناب ديالو مع المساحات اللي عندي في القناه، هذاك الشيء اللي ما كنقدرش نسرح العجينه مزيان. هذا المشكل اللي كان عندي الاول، والمشكل الثاني هو عندي الجراره اللي كنقطع بها حتى هي كتعذبني، راه غتشوفوني كنكون كنقطع مره جوج وما كتقطعليش العجينه مزيان. المهم حاولت انني ندير الشباكيه والحمد لله ربي ما حشمنيش. هانتوما غادي نخلي لكم الصور باش تشوفوا كيفاش كنديروا البنات الشباكيه ديالتنا، راه ساهله. من بعد كنسرحوا العجينه ديالتنا على حسب المساحه، الا عندكم مساحه كبيره فانتوما العجينه غتسرحوها غتجيكم يعني كبيره بزاف، مي انا المساحه عندي صغيره. من بعد كنقطعوا شرائح وكنجيو وكنديروا بهذاك الجرار ديالنا، واحد كنحسبوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، والسادس هو اللي كنقطعوه. من بعد كنهزوا هذيك اللي قطعنا كنشدوها وكنحاولوا نحلوها بحال هكا، الا كانت ما تحلاتش لنا مزيان بالجراره ولا شي حاجه. هنا شوفوا هذه المرحله مزيانه البنات، كنجيو كنحطوا هذوك جوج شرائط الاولين نحطوهم على الثانيين، ومن بعد كنتنيو وكنحطوا الشرائط اللي بقات من التحت، كنجيو كنشدوا هاد الجنيبات اللي في الجناب كنقرصوهم مزيان، وداك الشريط التحتاني اللي غيبان لكم دابا غنجرو كتقلبوه
وكتقادو الجنيبات الا كانوا طايحين لكم ولا شي حاجه، كتوركو على الشبكيه ديالكم كتقادوها كما كندير. كما شفتوا انا كنقاد بصبعي ومن بعد غادي نقطع غير بالصبع ديالي لان الجراره عندي ما كتقطعش مزيان. وشوفوا الشبكيه ديالتنا كتجي زويونه. هنا البنات حاولت نتقل لكم الفيديو باش تشوفوا كيفاش كندير غير بشويه بحال هكا باش تفهموا. راه الطريقه سهله البنات وماشي صعيبه. بالنسبه للكيلو ديال الطحينه البنات فهذه هي الكميه اللي خرجت لي ديال الشباكيه، كميه لا باس بها يعني بالنسبه تصلح حتى لثلاثه الناس يعني يدوزوا بها رمضان. لان في رمضان ما كيناش غير الشباكيه البنات، عطى الله ما يتوجد عطى الله ما يتكال. المهم انايا صوبتها في الليله البنات وما طيبتها، ما طيبتهاش الصباح يعني خليتها باتت وطيبتها حتى الليل عاوتاني، عاد طيبتها بما شدت راسها وجات مزيانه. كما كيبان لكم هنايا انا درت الزيت يسخن مزيان، عاد كنلوحو فيه هذيك الشباكيه ديالتنا. من بعد ملي كنحسو بها طابت غير حاجه واحده ردوا البال ما تشعلوش عليها البوطه بالجهد، تجهدوها خليوها طيب على خاطرها. وكتصف ملي كتحسوا بها طابت كتصفيوها وكتحطوها في العسل. بالنسبه للعسل الا كان باستطاعتكم انكم تشيو العسل اللي الثمن ديالو يعني اللي كيكون يعني جوده ديالو كتكون مزيانه، واخا كيكون شويه غالي جوده ديالو كتكون مزيانه فكيكون احسن. ما بغيتوش يمكن لكم تشريو هذاك السيرو هذاك العسل الاخر اللي كيتباع. صافي كتغطسوها في العسل ومن بعد كتهزوها وكديروا عليها كديروها في هذاك ديال الكسكاس. انا درتها في هذاك ديال الكسكاس بما تقطر داك العسل ودرت عليها جنجلان. حاولوا ديروا جنجلان دغيا البنات، الا درتوا سمسم دغيا باش يشد في الشباكيه ديالتنا ما حدها فيها العسل وباقا سخونه. وكما كيبان لكم هنايا الشكل ديال الشباكيه ديالتنا، هذه هي ثاني مره انا البنات كندير شباكيه. اول مره درت شباكيه ما خرجتش ليا مزيان، الا كنتو باقي عاقلين في العام اللي فات كندرت شباكيه ديال الكاس تحلت ليا كامله، ولكن هذه الحمد لله الحمد لله ربي ما خيبنيش. جات كلها مزيانه غير شي وحدات بحال هكا قلال اللي جاوا غير جناب ديالهم اللي طاح، يعني ضروري ما كاينه شي شباكيه جوج ولا ثلاثه راكي كيتحيد لهم غير داك الجناب ديالهم. ولكن الحمد لله زعما جات حسن بزاف من الشباكيه الاولى اللي درت، وحتى صحاباتي ذاقوها وعجبتهم بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. المهم الحبايب ديالي هذه هي الشباكيه ديالتنا. هنايا البنات انا ما ساليت حتى لشي الوحده ونص ديال الليل، حيت اصلا الشباكيه بديتها شويه معطله ما ساليتها حتى الوحده ونص ديال الليل. الاضاءه ما كتبانش، هي راه اللون ديالها جا زوين احسن من هكا، غير الاضاءه مع الليل ما عطيهاش حقها. المهم نتمنى ان الفيديو ديالو الشباكيه ديالي تنال الاعجاب ديالكم. غادي نقول لكم السلام عليكم، تهلاو في ريوسكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ونتمنى انكم تجربوا هذه الشباكيه وتقول لي الراي ديالكم لاني عارفه 100% غادي تعجبكم. ما نقولش لكم لا في المذاق لا في الشكل ديالها حتى من الطريقه سهله. يلا غادي نخليكم، كنموت كنحمق عليكم غزلان ديالي، ورمضان كريم.